قلتها وسأرددها. أولا، نحن في أقرب نقطة من مخبئ جرذ. جرذ مران، هاي واحد. ثانيا، أصعب تضاريس جبلية في عموم اليمن وربما في العالم الطقس. اثنين، طقس حار، ممطر، متعب، رطوبة، كل هذه الأمور انسوها، أنتم أمام رجال من نوعية خاصة، من معدن خاص. سبحان من خلقهم، سبحان من أعطاهم هذا العزم، سبحان من أعطاهم هذه القوة، سبحان من أعطاهم هذا الشموخ، سبحان الله الذي أعطاهم هذا الجلد والصبر. شوفوا، إذا قطعنا رأس الأفعى فهي بأيادي هؤلاء الرجال، عولقي بأيادي هؤلاء الرجال، وهذا العولقي نيابة عن كل اللواء، أقبل يده أمامكم لأنه فخر لهذه الأمة. بيض الله وجهكم، الله يحفظكم.